اهلا بكم على مسرح كوكا كولا ارينا. صوته ذهب سائل من طيب دجلة وعبق الفرات. صوته ذهب سائل من طيب دجلة وعبق الفرات. كنز معتق نعتز به كتاريخ مشرف. موطن العراقة في القيصر والحنين إلى الغالية العراق بالقيصر. في عرق الإبداع، في عرق الإبداع يحيك واحته، يسكنه، يشبعه سلطنة ليعلمنا الفباء البغددة. وإذ بنا جميعنا نتبغدد، الجميع هنا يتبغدد، كيفما كنا وأينما حللنا، من بغداد إلى الصين. الليلة نقول له غني غني أنت، وزدنا عشقا، وزدنا جمالا، وزدنا حلاوة، وزدنا وسامة في كل أطياف الطرب. المسرح هنا حاضر، المسرح متأهب، كيف لا؟ وبعد لحظات يعتليه سيده، سيد المسرح وحاضنه، حاضن المسرح، وعلى سلالم الدوريمي يغزل حكاية ليلة لن ننساها هنا في دبي على أرض الإمارات العربية المتحدة. شركة Lumens Events التي تنظم هذا الحفل، هذه الشركة التي تمضي الفخامة في كل المهرجانات التي تقوم بها على أرض الدولة في العالم العربي وفي العالم، بالتعامل مع بنك الإمارات دبي الوطني. سيداتي سادتي، لو سمحتم رحبوا معي بأعضاء الفرقة الموسيقية والأساتذة الأفاضل والكورس الراقي بقيادة المايسترو حسن تايا. والآن أرجو منكم أن تصفقوا بأكفكم وتصفقوا بنبض قلوبكم بالقيصر.